أيها الحبل الكريم، عشاق الأصالة والتراث، تتواصل التحديات والانطلاقات. شوطنا هذا الرابع الخاص بالقعدان، الصعوبة مسافة 1200 متر لأول المشاركات، لأول التحديات في هذا الصباح المميز. أسير مع الصدارة، مع المركز الأول، من يتقدم على المركز الأول على البداية هنا مهاجر حمودة بن محمد بسعيدان الدرع، ولكن انخطف من قبل الشبابي محمد بن حميد بن سالم بن قماش. الدرع من يتغير مع المركز الأول، شعار بن قماش المركز الثالث القادم بكل قوة، الواصل هنا شاهين علي بن حميد الاعفاري من ياتي على المركز الثالث، ولكن يحصل دخول من قبل شاهين عبد الله بن محمد بن حمد درعي، ولكن اعود الى الشبابي. الله الله الله، الشبابي حميد بن سالم قماش الدرع من ياتي على المركز الاول على البدايه. القادم ايضا مهاجر، يريد يهاجر الفوز والانتصار، محمد بن سالم. إذن هنا المركز الأول، الصدارة والقيادة الشبابي محمد بن حميد بن سالم قماشة، ولكن القادم مهاجر حمودة بن محمد بن سعيدان الدرع من ياتي. أيضا القادم الواصل شاهين سالم بن محمد بن سالم الدرع من ياتي، ولكن أعود عند الشبابي. الله يا الشبابي، طار الشبابي إلى البداية إلى الصدارة الأولى. سلام يا مالك الشبابي، سلام محمد بن حميد بن سالم بن قماش الدرعي، اسعد الله صباح كامل شبابي محمد بن حميد بن سالم بن قماش الدرعي. المركز الثاني وصل شاهين سالم بن محمد بن سالم الدرعي. المركز الثالث مهاجر حمودة بن محمد بن سعيدان الدرعي. التوقيت الزمني دقيقة 48 ثانية 54 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك شبابي محمد بن حميد بن سالم بن قماش الدرعي، اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار.